مرحبا يا جماعة الخير، مكان جميل جدا ربما بعضكم ما شايفينه. هذا المكان يقع قريب من مدينة نياجرا اون ذا ليك. بس تكمل نياجرا اون ذا ليك راح تلقى مكان اللي هو يسمونه مكان ولادة نياجرا فولز، شلالات نياجرا. هذا المكان اسمه روي تيرس. الآن هذا هو التمثال العظيم الشاهق لشخص كان اشتغل في حكومة أونتاريو كإداري، لكن هو أصلا عسكري مولود في أمريكا، لكنه كان عسكري في الجيش البريطاني وقاتل في الثورة الأمريكية وانتقل إلى بريطانيا وتوفى في سكوتلاند في أدنبرا في عاصمتها. اسمه السير روجر هيل شيفي، وهذا تمثاله الشاهق.